مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من المواقع المحلية موقع قناة بلقيس، ميليشيا الحوثي تجبر أهالي مدينة إب على سداد فواتير مياه مقطوعة. وفي العربي الجديد، الحوثي يعمل على استخدام المصارف ضد الحكومة. ومن الديلي تيليغراف ومن الأخبار المنوعة، الغرب مدين للعراق بأكثر من مجرد كلام. مرحبا بكم. عجلة الموت لا تتوقف في معتقلات الحوثيين، وبينما ينتظر أقارب المعتقلين الإفراج يعودون محملين بجثث أقربائهم. ووفقا لموقع الصحوة نت، كان آخر الضحايا شاب في صنعاء، وعنوان الموقع: وفاة شاب تحت التعذيب في أحد مراكز الاحتجاز الحوثية بصنعاء. وقالت مصادر محلية في صنعاء إن أيمن المقطري توفي تحت التعذيب في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية. المصادر ذكرت أن الشاب أيمن توفي تحت التعذيب في قسم شميلة بعد أن سلم نفسه للقسم إثر عراك مع مواطنين آخرين في فرزة الباصات بمنطقة شميلة جنوبي العاصمة. أوضحت المصادر أن الشاب المقطري تعرض للضرب المبرح والتعذيب الشديد عقب حجزه من قبل عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وفارق بعدها الحياة. يحضر التاريخ عند ذكر اسمها، لكن التاريخ ليس كل شيء، ومن يعانون في الحاضر ماذا يصنع لهم الماضي؟ وما قيمة الحديث عن ماضي زبيد المزدهر لرجل يعاني داخل مشفى صغير بالمدينة؟ ووفقا لموقع المشاهد نت، مركز الغسيل الكلوي في زبيد يوجه نداء استغاثة لإنقاذ المركز من التوقف، وتم توجيه الاستغاثة لرجال الأعمال والمنظمات والجمعيات الخيرية العاملة في المحافظة. وقال المركز إنه يواجه شحاً في مادة الديزل التي يعتمد عليها في التشغيل بصورة أساسية، وأصبح بحاجة ماسة إلى كمية إضافية لضمان استمرار العمل. وأشار البيان إلى أن كمية الديزل الموجودة لا تغطي الاحتياج الفعلي للمركز لفترتين، وأحياناً لثلاث فترات في اليوم الواحد، نتيجة تزايد أعداد المرضى الوافدين إليه من المدينة والمديريات المجاورة. إذا كنت تسكن منزلاً قطعت عنه المياه، ثم يطرق أحدهم بابك مطلع كل شهر وفي يده فاتورة سداد ثمن ماء لم تحصل عليه، فتأكد أنك في مدينة تسيطر عليها ميليشيا الحوثي. وطبقاً لموقع قناة بلقيس، أزمة المياه في إب استثمار حوثي وفواتير من دون ماء. وقال الموقع إن سكان محافظة إب يعانون من انقطاع مشروع المياه عنهم، حيث لا يأتيهم سوى مرة واحدة كل ثلاثة أشهر. وتشهد المحافظة أزمة خانقة بالمياه منذ منتصف العام 2018، لكن ازدادت حدتها بعد مطلع العام الجاري بحسب سكان مدينة إب. ويعتمد السكان على الصهاريج، حيث يبلغ سعر الواحد منها 16,000 ريال، ولجأ الأهالي إلى الاعتماد على مياه الأمطار لإرواء عطشهم. وإلى جانب الجبايات، لم يسلم المواطنون المعوزون من ابتزاز الحوثيين، وفرضت عليهم الميليشيا تسديد فواتير المياه شهريا حتى وإن لم يأتي الماء. وتوزع مؤسسة المياه في إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين شهريا فواتير لكل المشتركين بأسعار مضاعفة وارتفاع ب100%. الخطر القادم. تحت هذا العنوان كتب فواز حداد مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد مضيفا:
منذ عقود يشكو العالم من صعود تيارات شعبوية في العالم الغربي المتقدم لا تشكل الديمقراطية السمحاء إزاءها رادعا ولا حاجزا، بالعكس سهلت ظهورها ووجدت في شوارعها وجرائدها وبرلماناتها مجالا للتعبير عن طموحاتها، وأصبح لها وجود فعلي ومؤثر في سياسات بلدانها. فالسياسي الشعبوي يزعم أنه يستمد شعبيته وقوته من الشعب مباشرة دون ما وسيط. يلجأ القادة الشعبويون إلى مداعبة الشعب سواء في نشأته المتميزة أو تاريخه وجغرافيته، وينسبون إليه من العبقرية والتفرد ما يستنهض كراهيته للآخر الغريب والملون والمتخلف والفقير، ويسهل طريق الوصول إلى السلطة للتسلط على الشعب المغرور بذاته. لا يعدم التاريخ القريب أمثلة على هذا النوع من التسلط، وفي هتلر وموسوليني أمثلة بغنى عن التعريف. قاد الرجلان شعبهما إلى حروب مجنونة بدعاوى سخيفة كتفوق العرق الآري كانت مبرراً للقبض على اليهود والغجر والمعاقين والمثليين وزجهم في مخيمات تحت ظروف سيئة رهينة الموت البطيء والسريع. أما في التاريخ الأقرب بالأحرى الذي نعيشه حالياً، فسجون الأنظمة الدكتاتورية ومعتقلات الإرهابيين تحقق الموت بأنواعه المختلفة. لم تقتصر الزعامات الشعبوية على سياسيين نكرات أو مجهولين، وإنما على خطباء مفوهين من سياسيين مخضرمين ذوي ماض يساري أو يميني، يتاجرون بادعاءات ديماغوجية تجد من يصغي إليها. مبعث قوتهم أحزاب وازنة في الانتخابات، كما لا يفتقد العالم إلى رؤساء شعبويين فازوا بانتخابات ديمقراطية أو بانتخابات مزورة، ودكتاتوريين استولوا على الحكم وكرسوا بقائهم بشعبوية أفلحت في كسب المؤيدين بالمنافع. هذا شيء مبسط عن الشعبوية التي تحاول اجتياح العالم بدعواها العنصرية. إنها الخطر القادم، وإذا أراد العالم إيقافها عند حدود الحقيقة لألا تستمر بالأكاذيب، فالديمقراطية هي المكلفة بهذا العبء الذي لا يقتصر على بلدانها بل وعلى بلدان الشعوب المغلوبة على أمرها، فالشعبويات تستدرج الشعبويات. التزم الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض صمتا سياسيا في ذكرى 7 يوليو وفقا لموقع عدن الغد الذي عنوان البيض يلتزم الصمت بعد 9 سنوات من الحديث. وقال الموقع إن السياسي البيض غادر عدن وصولا إلى سلطنة عمان التي ظل فيها لسنوات، ومنذ العام 2009 داب على تسجيل حضور سياسي جيد في كل عام وبمناسبة هذه الذكرى. وقال الموقع إنه لأول مرة لم يصدر البيض بيانا سياسيا بهذا الخصوص. وقال الموقع مرت الذكرى خافتة هذا العام إلا من تجمهر بسيط وسط مديرية المنصورة بعدن، وظلت هذه الذكرى لسنوات تلهب حماس الناس في محافظات الجنوب. الآن لم يعد الحماس مثل ما كان، ولم يكن علي سالم البيض وحده الذي فضل السكوت في هذه الذكرى، فعلي ناصر محمد والعطاس لم يهتموا أيضا. فهل أصيبت القيادات الجنوبية بالملل أم أن دورها السياسي قد تراجع؟ نددت الحكومة باستمرار تدفق الأسلحة الإيرانية المهربة إلى الميليشيا الحوثية، داعية المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم في وجه النظام الإيراني الذي يستهدف اليمنيين ويساهم في تقويض جهود الحل السياسي. وتعنون صحيفة الشرق الأوسط تنديد يمني باستمرار تدفق الأسلحة الإيرانية للحوثيين. وطبقا للصحيفة جاء التنديد الحكومي اليمني في تصريحات رسمية لوزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الإرياني بالتزامن مع إعلان قادة جماعة الحوثيين في صنعاء عن امتلاك صواريخ وطائرات مسيرة جديدة يرجح أنها إيرانية المنشأ، ووصلت إلى الجماعة عن طريق تهريبها مجزأة وإعادة تركيبها. وقالت الصحيفة إن وسائل إعلام موالية لجماعة الحوثي أظهرت مقاطع مصورة لكبار قادتها في صنعاء وهم يستعرضون أنواعا جديدة من الصواريخ والطائرات المسيرة في مكان سري بصنعاء يرجح أنه في أحد الأقبية التي أنشأتها الميليشيا. وفي حين زعمت الجماعة أن المعرض يحتوي على صاروخ قدس واحد المجنح وطائرة صماد 3 المسيرة وطائرة صماد 1 المسيرة الاستطلاعية وطائرة قاصف توكي المسيرة،
أكد مراقبون أنها أسلحة تحاكي ما هو موجود عند النظام الإيراني، ما يعني وصولها إلى اليمن عن طريق التهريب وإعادة تركيبها. في الجانب الاقتصادي الذي تدمره الميليشيا، تعنون الصحيفة العربية الجديد حراك مصارف اليمن، الحوثي يستغل الاحتجاج لتقويض السياسة النقدية. وقالت الصحيفة إن البنوك وشركات الصرافة في العاصمة اليمنية صنعاء بدأت برنامج تصعيد قبل الوصول إلى ذروة الحراك المتمثلة في تنفيذ إضراب شامل، وقد رفعت الشارات الحمراء منذ يوم 6 يوليو تموز الجاري لمطالبة الحكومة والحوثيين بتحييد الاقتصاد. لكن خبراء يعتبرون أن جماعة الحوثي التي تسيطر على صنعاء تستخدم احتجاجات القطاع المصرفي لتقويض السياسة النقدية للحكومة الشرعية. رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر اعتبر أن بقاء مقرات البنوك وشركات الصرافة في العاصمة صنعاء يجعلها تخضع لابتزاز الحوثيين. وقال للعربي الجديد إن من الواضح أن الاحتجاجات تتم بإيعاز حوثي، والمشكلة أن الحوثي يعمل على استخدام المصارف ضد الحكومة ويستمر في الوقت نفسه في التنكيل بالمصارف ومنشآت الصرافة. عمن تبحث؟ يتساءل الكاتب اللبناني سمير عطلة ويحاول الإجابة في مقال نشرته صحيفة الشرق الأوسط. كل مواطن في العالم أصبح معنياً إلى حد ما بالزعماء الذين تحملهم انتخابات الدول الغربية إلى الحكم. التجديد لدونالد ترامب لم يعد مسألة أمريكية فقط، من تخلف أنجيلا ميركل في ألمانيا لم يعد شأناً ألمانياً فحسب، فوز مودي وحزبه في الهند تغيير عالمي. العالم قرية صغيرة لم يعد مجرد قول للمجالس أو لاستخدام الكتاب الذين لم يضبطوا مرة في تعبير جديد أو فكرة محيت من كثرة النسخ. هذه هي الحقيقة المتعبة التي تتركنا بلا خيارات كثيرة، وتبرز أكثر معالم الضعف في الغرب، حيث تقف الزعامات الجديدة عاجزة عن مواجهة التحديات الوجودية كالمهاجرين والبريكست والحروب الصغيرة. شهدت الملكة إليزابيث الثانية منذ توليها التاج 12 رئيس وزراء، والآن تستعد لأن يكون 13 بوريس جونسون المنفوش الشعر الذي يقطن في شقة صديقته حيث يعلو صراخه ما في الليل. أليست هذه مسألة شخصية في بلد مثل بريطانيا؟ لا، ما أن تصبح شخصية عامة لا يعد هنالك شيء شخصي في حياتك. صحف بريطانيا انشغلت فترة بكمية معجون الأسنان التي يضعها الأمير تشارلز على الفرشاة، وشغلت سنوات بنوع الأحذية الرياضية التي تستخدمها ديانا. يعاني الغرب من الافتقار إلى قماشة الزعماء كما وصفها رئيس المخابرات السابق، الجهاز الذي يحمي الأمن القومي ويقدم تقريراً يومياً إلى الملكة عن حال البلاد وأحوال العالم، ويتعين على الملكة أن تتعايش لسنوات طويلة مع الرجل منفوش الشعر. في جولتنا في الصحافة الفرنسية نطالع من صحيفة ليكس بريس الفرنسية، الإمارات العربية المتحدة تخفض عدد قواتها في اليمن. ووصفت الصحيفة التي ترجمت خصيصاً لقناة بلقيس ذلك بأنه بصيص أمل صغير يظهر في منطقة اليمن. قال مسؤول كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة إن الإمارات العربية المتحدة خفضت عدد قواتها المنتشرة في البلاد وستنتقل من استراتيجية عسكرية إلى السلام. كانت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب المملكة العربية السعودية الداعمة الأساسية للتحالف ضد المتمردين الحوثيين في اليمن منذ عام 2015، ويسيطر الحوثيون المدعومون من إيران على مناطق واسعة في غرب وشمال البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء. قال مسؤول حكومي يمني إن القوات الإماراتية أخلت بالكامل قاعدة الخوخة العسكرية على بعد حوالي 130 كيلومتر جنوب ميناء الحديدة الاستراتيجي، ويعد ميناء الحديدة منفذا مهما للواردات والمساعدات الدولية لليمن، حيث لا يزال ملايين الأشخاص مهددين بالمجاعة، كما غادروا موقعاً عسكرياً في صرواح محافظة مأرب شرق صنعاء ونزعوا بطاريات صواريخ باتريوت الخاصة بهم من المنطقة. في صحيفة الديلي تيليغراف التي نشرت مقالاً لتيم ستانلي
بعنوان الغرب مدين للعراق بأكثر من مجرد كلام. وقال الكاتب في المقال إنه اكتشف خلال زيارته الأخيرة للعراق المضطرب أن نسبة كبيرة من المسيحيين ما زالوا خائفين من العودة إلى ديارهم، كما أن الكثيرين منهم يحاولون الهجرة ومغادرة البلاد. وأضاف أن الحياة صعبة وكالجحيم بالنسبة للأقليات منذ غزو العراق في العام 2003، مشيرا إلى أنه في العام 2014 سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على سهل نينوى في شمال العراق، وأجبروا المسيحيين هناك على اعتناق الإسلام أو الموت أو الهروب. وأردف تقرير ترجمته شبكة البي بي سي أن آلافا من المسيحيين فروا إلى كردستان، موضحا أنه بالرغم من دحر تنظيم الدولة إلا أن العراق اليوم يشهد هجرة جماعية إما إلى استراليا أو إلى كندا، لكن ليس إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه لا يستقبل مسيحيي العراق بالنسبة ذاتها التي كان الرئيس السابق باراك أوباما يسمح بها. مصارعة الثيران رياضة إسبانية قديمة تتم فيها المواجهة بين المصارع والثور في حلبة على مرأى ومسمع من الناس الذين يحضرون لمشاهدة تغلب الإنسان على الحيوان. وتعتبر هذه الرياضة أو الرياضة من أخطر الرياضات على من يمارسونها، إذ أن المصارع لا تتوفر لجسده الحماية الكافية من قرون الثور التي ولا بد أن تكون حادة وأن يكون الثور قوياً ضخماً صحيح البنية. وقد شهدت الشوارع هذه الرياضة الخطيرة، نشاهد مجموعة من الصور التي نشرتها صحيفة الجارديان. أصبح الكاريكاتير فناً قائماً بذاته، ومن خلاله يتم التعبير عن المواقف السياسية والاجتماعية وبقية المواقف. وكبقية الفنون امتلك الكاريكاتير رواداً وجمهوراً واسعاً. مجموعة من الرسوم نتابعها في هذه الجولة. مشاهدينا الكرام، عرضنا لكم صورا وأخبارا ورسوم. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.